بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه. يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بكل حزن وأسى انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يومه السبت 22 ذي الحجة 1445 هجرية الموافق ل 29 يونيو 2024 ميلادية، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال عمره، وأصحاب سمو الملكي الأمراء والأميرات. وإننا إذ نعي هذا المصاب الجلل نرجو الله العلي القدير بأن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته وكريم غفرانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يطيل عمر سيدنا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وأدام عزه ونصره، وخلد في الأعمال الصالحة ذكره. وإنا لله وإنا إليه راجعون.